أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال الجزء الثاني من حلقة البلاد اليوم، ونخصص هذه الجهود المتواصلة لقوات الجيش الشعبي الوطني وكذلك المصالح الأمنية المشتركة في محاولات لإحباط وإحباط محاولات إدخال كميات هائلة من السموم إلى الجزائر. يتعلق الأمر بالحصيلة التي أوردتها وزارة الدفاع الوطني في بيانها الأخير، والذي يتعلق بإحباط محاولة إدخال أكثر من 6 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. هذه العملية المهمة تظهر شجاعة الأجهزة الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، وهذا ليس فقط دور القوات الأمنية بل حتى كل النخب وكذلك الأطراف المتخصصة في محاربة هذه الظاهرة، سواء تعلق الأمر من الجانب القانوني أو الجانب التوعوي. الأسئلة المطروحة التي تتداول أكثر، إلى متى تظل هذه الجارة الغربية تغرق الجزائر بسمومها المختلفة، وما هو المغزى والمعنى، وكذلك في سياقاتها القانونية كيف تشكل هذه المحاولات في ميزان القانون الدولي. سنناقش هذه القضية من وجهة نظر اجتماعية وكذلك من وجهة نظر قانونية مع الحقوق وأستاذ القانون نجيب بطام. مساء الخير. مساء الخير أستاذ نجيب. أهلا وسهلا. نتحدث في هذا الموضوع بداية أستاذ، نضع هذه العمليات إدخال هذه السموم إلى الجزائر في الميزان القانوني، كيف تشكل؟ هل تشكل جريمة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية تحية تقدير وعرفان لقوات الأمن الجزائرية المشتركة على صهارهم وعلى المجهودات الكبيرة التي يبذلونها في سبيل حماية الوطن من هذا الإشكال تاع الجرائم. وهذا وانت عن سؤال قلت لي منظور القانوني بالنسبة لهذا الجرائم، فهي جرائم بطابع خاص، جرائم منظمة عابرة للحدود الوطنية. ذلك أن هذه الكميات المضبوطة مصدرها دولة الجوار ويعني المملكة المغربية، وتقوم بإدخال هذه السموم شبكات منظمة تحظى بالحماية والرعاية من نظام المخزن وتتعمد إدخال هذه السموم لإغراق السوق الجزائرية، يعني المس بالشباب الجزائري ولإغراق الشباب الجزائري في استهلاك هذه المواد السامة. نذكر أخي الفاضل أنه إلى سنوات قريبة الجزائر كانت منطقة عبور ولم تكن منطقة استهلاك، ولكن بفعل تدفق هذه المخدرات وهذه السموم من الجارة المغربية أصبحت الجزائر للأسف الشديد منطقة استهلاك ومنطقة عبور. إذا هذه الأفعال تشكل جريمة من منظور القانون الدولي وحتى من منظور القانون الدولي العام لتورط النظام. وأنا أسألني كيف؟ أقول لك أن دولة المغرب المملكة المغربية هي واحدة من الدول المرخص لها بزراعة القنب الهندي لأغراض اقتصادية وصناعية. وأعطيك الدليل على ذلك أن الحكومة المغربية أصدرت المرسوم رقم 159 المغربي عدد 7078. هذا المرسوم المخزني يحدد أقاليم زراعة القنب الهندي بصورة مشروعة في إقليم المملكة المغربية، ويحدد هذه الأقاليم اللي تزرع فيها هذه السموم. هذه الجرائم التي كنت تتحدث عنها من الجانب القانوني تحدث أمام مرأة ومسمع من الأطراف المعنية من الجهات يعني الدولية، يعني هل هناك تواطؤ حقيقة مع النظام المخزني؟ بالدليل كيف؟ أدلة يا أخي، كيف؟ أدلة أنه نظام المخزن وسع 8 أضعاف مساحات الأراضي المرخص بها
في زراعة القنب الهندي لأغراض صيدلانية بين عشية وضحاها، يصدر مرسوم يوسع مساحات زراعة وإنتاج مادة القنب الهندي 8 أضعاف في أقاليم 3، هي أقاليم الحسيمة وإقليم شفشاون وإقليم طونط والمغرب، يتغطى بغطاء الإنتاج الصناعي للأغراض الطبية العلاجية. نعم. والمغرب يصدر كميات منها في إطار قانوني للدول الأوروبية لاستعمالها في الصدر، و 90% من إنتاج نتاع القنب الهندي يسوق عن طريق عملية التهريب بغطاء جنرالات نظام المخزن. كاين ريبورتاج، انا نقول الكلام هذا اخي الفاضل، كاين ريبورتاج دارته قناه فرنسيه معروفه تي اف 1 وين فضح فيه تواطؤ جنرالات النظام المخزن، هم الذين يشرفون على 400,000 استاذ 400,000 من الناحيه القانونيه. نبقى دائما في القانون الدولي، وانت استاذ الحقوق والقانون، كيف تتم المتابعه القانونيه لمثل هكذا جرائم المنصوص عليها بمواد معينه؟ قلت لك المغرب هنا يتغطى، عنده غطاء شرعي قانوني انه مرخص له بصناعه القنب الهندي، ولا يصرح، لا يصرح بحقيقه الكميه المزروعه، يصرح فقط بكميه كميه اعتقد 296 طن فقط اللي صرح بها، ولكن اضعاف هذه الكميه راهي تمشي في إطار غير مشروع، وبالتالي يفلت من المتابعة الدولية. ولكن المجتمع الدولي كامل عارف، لا سيما في أوروبا، عارفين باللي مصدر القنب الهندي اللي يمشي لأوروبا المصدر تاعه هو المملكة المغربية، ومصدر السموم اللي تدخل لنا احنا الجزائر. أخي الفاضل، احنا في الجزائر ما عندنا زراعة القنب الهندي. أستاذ، على ذكر القنب الهندي، ولكن يعني المضبوط من قوات المصالح الأمنية ليس فقط القنب الهندي، ربما هذا اللي يدخل تحت طائرة القانون المتابعة والعقوبات، لأنه فيه سموم كبيرة، يعني حتى تحس أنها موجهة إلى الشباب الجزائري. لما يكون تحاليل هنا في بوشاوي اكتشفوا بأنه فيه أسماء كبيرة لبعض السموم موجهة لل العقل البشري الجزائري، هل هذا كذلك يخضع الى المتابعه القانونيه؟ طبعا احنا عندنا عديد من الملفات اللي عالجناها في المحاكم القضائيه الجزائريه، وين ثبت تورط يعني شبكات منظمه مصدرها المملكه المغربيه، وعندنا اسماء، عندنا اسماء نتاع مواطنين مغاربه متواطئين في ادخال الكميه الجزائر في اطار شبكات منظمه، ماهوش غير القنب الهندي كما تفضلت، حتى الكوكايين والهيروين، هذه اللي تشكل نوع خطير من المخدرات، تجي من امريكا اللاتينيه للمغرب في سفن وفي قوارب، تنزل في المغرب، ومن المغرب يتم تسويقها جزء يمشي لاوروبا عبر مضيق جبل طارق لاسبانيا والى فرنسا، والجزء الاخر يجي عبر الحدود الجزائريه بواسطه شبكات منظمه تخضع وتحظى بحماية النظام المخزني. وإلا أخي الفاضل، كيف تفسر لي 6 قناطير اللي جات في البيان تاع وزارة الدفاع في مدة أسبوع؟ إذا كان ديرت عملية حسابية 6 قناطر في أسبوع، معناتها عندك 50 قنطار في الشهر، معناتها عندك تقريب 60 طن ولا أكثر اللي تدخل في السنة هذه المضبوطة فقط، وما بالك بالكميات غير مضبوطة. إذن القضاء الجزائري يتصدى لهذه الشبكات بنصوص قانونية رادعة، والمشرع الجزائري سن قانون جديد، سن قانون جديد. هذا ما أردت الحديث عنه، يعني كيف تتعامل المنظومة القانونية الجزائرية في تحيينها لمعالجة هذه الظاهرة، لأنه الأمر ليس موكول فقط للمصالح الأمنية، من ناحية التشريعية كيف تم ذلك؟ لا، الجزائر حينت التشريعات نتاعها ووضعت قانون جديد الأخر اللي خرج في مطلع هذا العام هذا، اللي جرم استهلاك المهلوسات والمؤثرات العقلية من نوع البريغابالين التي تعتبر مهدئ ومسكن، ولكن نظرا لإغراق السوق الجزائرية بهذه المواد المؤثرة عقليا واستهلاك الشباب الجزائري فيها، المشرع الجزائري جرمها وجعلها في الجداول الوطنية اللي تحظر وتمنع استهلاك وبيع
هذه المؤثرات العقلية إلا بتراخيص ووصفات طبية، وشدد المشرع الجزائري في إجراءات تناول هذه المؤثرات إلا عن طريق وصفات وتخضع لرقابة شديدة، وشدد المشرع الجزائري في العقوبات ورفع من العقوبات لتصل إلى 30 سنة إذا ثبت تورط موظفين تابعين للدولة مثلا في هذه العمليات هذه. وكل المحاكم الجزائرية تتصدى لهذه الظاهرة يعني بشراسة، وخاصة الشبكات اللي تعمل في إطار منظم وعابر للحدود الوطنية. أستاذ نجيب بيطام، هذه الترسانة القانونية والتحيين من وقت لآخر يمس يعني المتورطون في الاستهلاك وكذلك الترويج. أسألك بسؤال دقيق سيدي الكريم، هل هناك فرق؟ لأنه هذه السموم تستهدف الشباب في كل الأعمار، ولكن من جانب الأحداث والقصر هل يطبق عليهم نفس قانون الذي يطبق على البالغين؟ لا، بالنسبة للأحداث يعني هما يخصهم قانون خاص، والعقوبات ليست كتلك التي تفرض على البالغين. وهنا أخي محمد الفاضل، هنا للأسف الشديد يعني كثير من شبابنا لا سيما القصر، الأحداث اللي في المتوسطات الجزائرية واللي في الثانويات الجزائرية وصلتهم هذه السموم هذه، وللأسف الشديد أصبحت تتداول في بعض المدارس وفي بعض الثانويات. وهنا يعني المسؤولية بالدرجة الأولى تتحملها العائلة الجزائرية. راك تشوف معايا وتلاحظ معايا البيان تاع وزارة الدفاع، المجهودات الجبارة اللي تقوم بها المصالح الأمنية المشتركة من وحدات الجيش الوطني الشعبي وقوات الدرك الوطني العاملة بالحدود، حرس الحدود وقوات الجمارك ومصالح الأمن الوطني، كلها تعمل جاهدة وصاهرة لحماية الحدود تاعنا من تدفق هذا. ولكن للأسف ما كانش تعاون من الجانب نتاع الجارة المغربية التي تدعي أنها لا تعمل على إلحاق أي أذى بالجزائر، ولكن ها هي الأفعال تكذب الأقوال، الأفعال تكذب الأقوال. احنا في الجزائر ونعاود نقول لك ما عندناش زراعة المخدرات، ما عندناش ملفات تجينا للقضاء ضبط فلان يزرع ولا ينتج، ما عندناش، لأن الدولة حارصة ومواجهة هذه الظاهرة. ولكن للأسف الشديد مصدر هذه المخدرات، هذه السموم، هو مصدر واحد، هو الجارة الغربية. وهذه واحدة من الدواعي اللي خلات الدولة الجزائرية تعمل على غلق الحدود. وأنا طالبت ونزيد نطالب من هذا المنبر تاع قناة البلاد المحترمة، طالبت من الجهات الدولة الجزائرية إعلان منطقة الحدود الجزائرية منطقة عسكرية محرمة، منطقة عسكرية محظورة، هكذا باش نوضعوا حد التدفق هذا السموم هذه. لأن الجانب الآخر لا يبذل أي جهد، رغم أنه القانون الدولي يفرض عليه أنه يعمل ويجتهد لمنع تدفق المخدرات عبر الحدود ولتوجيه المخدرات إلا للأغراض الطبية الصيدلانية، ولكن المغرب يستغل فرصة الترخيص له بصناعة هذه ويصدر فقط ويصرح فقط ب 20% من المنتوج تاعو، و 80% يسوقها بطريقة غير مشروعة، النصف تاعها يدخل لنا للحدود الجزائرية. إذن ما دام ما فيش تعاون من الجهات تاع المملكة المغربية، ما دام الجهات الأمنية المغربية هي التي تساعد وتحرض وتشجع على دخول مخدرات عبر الحدود انتانا عبر شبكات مؤطرة وممنهجة، أخ محمد هذا راه داخل في إطار سياسة تاع النظام المخزني للضغط على الدولة الجزائرية اللي فتح الحدود. ولكن هما غالطين، احنا ما يضغطوش علينا بهذه الأمور هذه. احنا إذا يحبوا الدولة تاعنا تفتح الحدود لازم يقدموا قربان، لازم يبينوا حسن نية نتاعهم، لازم يوضعوا حد لتدفق المخدرات عبر الحدود تاعنا. أستاذ نعود إلى مجهودات الجزائرية، يعني بالمقابل جهود الجيش الشعبي الوطني وكذلك المصالح الأمنية في التصدي لهذه الظاهرة، هناك أطراف كذلك وجب عليها هذه المحاربة. من ناحية أخرى يعني فيه المتابعة القانونية وفيه الوقاية، بالنسبة لجانب الوقاية ما هو المنصوص عليه؟ يعني نتكلم عن الأحداث والقصر، يعني إدراجهم في مؤسسات وهياكل لمعالجة الإدمان إلى غير بذلك، كيف تعامل القانون في الجانب الوقائي؟
لا، القوانين الجزائرية تنص على، حتى القانون يسميه الوقاية من المؤثرات العقلية والمخدرات. الجانب الوقائي منصوص عليه في التشريعات الجزائرية، والدولة الجزائرية تعمل جاهدة في هذا الإطار هذا بتخصيص مراكز علاجية، ولكن ليست كافية للأسف، ليست كافية. وأنا طالبت من عدة منابر، واليوم من منبر البلاد طالبت يعني تشجيع الأطباء الخواص اللي تكونوا في مجال علم النفس والأمراض العقلية يعطيوا لهم تراخيص بإنشاء عيادات خاصة لعلاج المدمنين. كثير من العائلات الجزائرية اللي تورطوا الأبناء تاعها في هذه المخدرات هذه يتمنون وضع أبنائهم في مصحات خاصة للعلاج عوض من وضعهم في مؤسسات عقابية، وهذا منصوص عليه في القانون تاعنا. منصوص أنه حتى نيابة الجمهورية كي يجيبوا لهم مصالح الأمن شخص شاب مضبوط في الاستهلاك، وكيل الجمهورية يعرض عليه، شوف يعني الحكمة في القوانين الجزائرية، يعرض عليه وضعه في مصحة خاصة للعلاج قبل أن يأمر بوضعه في الحبس. يعني تشوف وقاية. السياسة الرحيمة، نعم، السياسة الوقاية والرحيمة تاع التشريع الجزائري، يعني الدولة تبذل مجهودات جبارة، ولكن للأسف أستاذ بعض العائلات الجزائرية هذا هو مربط الفرس. أستاذ نعم. نقطة مهمة، التبليغ، يعني هذه العبارة معروفة، التبليغ في الأحياء، المستوى الأحياء للمدمنين وغير ذلك، ولكن هناك بعض الأشخاص يتخوفون، يقول لك ربما متابعات. كيف نظر القانون إلى التبليغ؟ شوف، القانون يحمي المبلغين، يحمي، كي نقول لك يحمي يعني يضمن حمايه. كيف استاذ لما نقول يحمي، كيف يحميه؟ انه لا يكشف عن هويتك، انت مبلغ في الحي نتاعك، تلاحظ شخص يروج مخدرات في الحي، تعرف تهز الرقم وتتصل، الهاتف تتصل بالرقم الاخضر وتعطي معلومات على الشخص، وان استطعت ان توثق تصوير هذا الشخص دون ان تعرض نفسك للخطر لا يعاقب على الاقل. استاذ نقطه مهمه جدا هذه، لا يعاقب التصوير هذا مسموح به، لا يعاقبك، مسموح به اذا قمت بتوثيق جرائم بيع المخدرات. صح. وسلمت ذلك التصوير للمصالح الامنيه، ماهوش تروح تنشر في الفيسبوك. صح، هنا ما يعاقبكش القانون، والمصالح الامنيه تضمن لك حمايه، ما يذكروش الاسم تاعك. كل المحاضر اللي تجينا تقول بناء على معلومات، وعمرهم ولا عطاونا شكون الشخص المبلغ. هنا اسمح لي أوجه تحية شكر وتقدير كبير لبعض الشباب الجزائري اللي تشجع وكشف على هويته ودار صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، يعني مفتوحة لكل مبلغ، أي شخص يشوف يتصل بهذه الصفحة هذه، وهما بدورهم يبلغوا المصالح. أستاذ بسؤال أخير، ربما جهود كبيرة تبذلها مصالح الأمنية، الجيش الشعبي الوطني وغير ذلك، ما هي ربما الكلمة اللي توجهها لهذه الأطراف؟ شوف محمد، لم يشكر الله من لم يشكر الناس. صح. وأنا في مناسبة العيد هذا اللي فات نهز تليفون، نتصل ولا يتصلوا بي زملاء من الجندي البسيط إلى أعلى رتبة، ولما نتكلم مع مسؤولين كبار في المصالح الأمنية ويقول لي ونقول له وين عيت، يقول لي أنا عيت في مقر عملي. هؤلاء يستحقون أن نرفع لهم القبعة تاع تحية التقدير. شوف الكمية اللي ضبطت في الفترة تاع العيد من 12-19، نظام المخزن يعتقد أن أفراد الأمن الجزائريين والجيش راهم راقدين وراحوا يعيدوا في ديارهم. عيون لا تنام، يضحيوا حتى بالأمور العائلية نتاعهم وما يعيدوش في ديارهم في سبيل حماية هذا الوطن. فتحية تقدير. شكرا. وإجلال لهالقوات الأمن، جيش ودرك وجمارك وشرطة وكل العاملين في مجال حماية الوطن من هذه السموم. شكرا لك الأستاذ نجيب بيطام الحقوقي وأستاذ القانون على هذه المشاركة، نتمنى نلقاك في فرصة قادمة بحول الله. إلى هنا مشاهدينا الكرام نأتي إلى ختام حلقة البلاد التي أهديها إلى روح فقيدنا الغالي محمد سلطاني. مشاهدينا الكرام، ألقاكم في وقت قريب بحول الله. سلام الله عليكم.